السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هنشوف مع بعض ازاي نعمل ستار. خلينا نرسم وول في الاول اهوت. طبعا مثلا نقول مثلا 4 متر مثلا او 3 متر اهي. وتعالى نحط شباك اهوت. تعالى نشوف شباك يكون شكله جميل. ماشي. ده مثلا اهوت. الشكل دوت. وتقدر تخليه بقى الناحية التانية. عايزين نرسم ستارة في الجزء دوت. فخلينا نروح لكمبوننت واقول له موديل امبليس. وابدأ اشوف مثلا كيسورك مثلا. اوكي. وهبدأ ارسم الستارة في الجزء دوت. فانا هرسمها على هيئة بلند. تمام. بلند يعني بيبقى فيه قاعدة معينة والتوب بتبقى مختلفة شوية. فانا هقول له ان انا عايز ارسمها السي بي لاين بالشكل دوت. تمام. واقول له انا عايز اوفست بسيط خالص. تمام. خليكم مثلا 2. وخلينا نوصل بينهم بشكل كده. والناحية التانية اهوت. وهقول له هتالي كده شوية. وهقول له هتاخدها كوبي. وبعد كده ادي التوب. واقول له بيست الاين تو كرنت فيو. تمام. ده التوب بالنسبة لنا. تمام. نقدر نكبر او نصغر فيه. نقدر نعدل فيه شوية زي ما احنا عايزين. طيب خليني اقول له الجزء اللي تحت. تمام. عايزين نعمل له سكيل مثلا اهو. وهقول له ممكن تعدل النقط زي ما انت عايز بالشكل دوت. ممكن نقول له ان احنا عايزين نصغر القصة دي سكيل اهوت. نمرك ونقول له بوينت مثلا 3 بالشكل دوت اهو. واقول له اوكي. وخلينا نشوفها في 3 دي هتبقى عاملة ازاي بالشكل دوت. خلينا نطلع بيها لفوق كده. تمام. خلينا نيجي مثلا هنا لحد هنا كده. طيب. وهقول له اعمل لي كوبي. واقول له بعد كده الاين تو سيمبليس. حط لي واحدة تانية في نفس المكان. وهنعملها بالشكل دوت كده. واقول له ايديت بيس. ونرجع ليفل 1. ده الجزء اللي هو الصغير. فاقول له ايديت توب دوت. هقول له ده اعملها لي سكيل بوينت مثلا 5. تمام بالشكل دوت. تعال نشوف في 3 دي هتبقى عاملة ازاي. حاجة بالشكل دوت. طيب خلينا نشوفها كده من الناحية دي. تمام. طيب ممكن نحتاج مثلا ان احنا نحط مثلا حاجة تربطها هنا كده. تمام. فانا هقول له ان انا عايز اعمل كرييت. واقول له ان انا عايز اعمل مثلا سويب. تمام. واقول له ان الست يظبط لي المكان اللي احنا هنرسم عليه اللي هو دوت. طيب لو انا قلت له شو هتلاقي ان هو بيرسم على الجزئيه ديت. واقول له سكتش باص. واقول له مثلا ان انا عايز ارسمها على هيئه مثلا مستطيل بالشكل دوت. ده المسار بتاعي اهو. اوكي. وممكن نقول له اعمل لنا فيلت كده. بالشكل دوت. واقول له اوكي.
واقول له اعمل لي ايديت بروفايل، وبروفايل مجرد بس هرسم دايرة كده. اوكي بالشكل دوت. تمام، ممكن نصغرها شوية او ممكن نحركها لبره كده شوية بحيث انها متبقاش خابطة في الشباك، هي تبقى ماسكة القماش بالشكل دوت. طيب تعالى نعمل سيلكت على الاتنين دول ونظبط الماتيريال بتاعتهم. اقول له ان انا عايز ماتيريال جديدة. الماتيريال الجديدة هدخل هنا في ابيرنس واقول له ان انا عايز اختار ماتيريال. ممكن نختار مثلا فابريك بالشكل دوت مثلا. ونختار رياليستيك، يبدأ يجيب لي الحاجة بالشكل دوت. طبعا لما نخلص هنعمل ميرور الناحية التانية وخلاص اهوت. ممكن نيجي بقى في الجزء اللي فوق مثلا نقول له ايه التوب، ونبدأ ان نخش مثلا في ليفل 1 اهو. تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز اهوت. هو اوتوماتيك هيظبط الشكل. خلينا نخش كده في 3D. طيب ممكن نعمل بقى مثلا الماسورة اللي هي تركب فيها الستارة مثلا. تمام، فهاجي هنا اقول له ان انا عايز ارسم اكستروشن، واقول له ان انا ست بيك ابلان اوكي على الجزء دوت اهو. وهنقول له مثلا الماسورة بتاعتنا اهيت. واقول له اوكي. تمام، ناقص بقى نربط دي بدي. تبدأ بقى تركب الحلقات بتاعة التركيب. تمام، خلينا نركب حاجة كده. طيب اقول له كرييت، واقول له اكستروشن، واقول له ان انا عايز مثلا اظبط ان انا هعملها على ديت. وتبدأ بقى ترسم مثلا بالشكل دوت. وهنقول له مثلا انها هتنزل كده وتربط بيها. ترم من هنا تي ار من هنا لهنا ومن هنا لهنا بالشكل دوت. اوكي تمام، الحلقات ديت هنبدأ بقى نصغرها كده مثلا اهو، ونعمل لها موف. المفروض بقى نقول له الكرييت، واقول له ست، واقول له خليها مثلا ليفل 1 هي الاساس بتاعتنا. ودي خلي دي مثلا تيجي هنا وهنا، وبعد كده ناخدها بقى كوبي او اري. بالشكل دوت طيب خلينا نثبت الحامل دوت. تمام، فاجي هنا من كرييت واقول له اكستروشن،
واقول له ست، واقول له انا عايز القطعة ديت، واقول له ان احنا عايزين نبدأ نرسم بقى الحاجة اللي احنا عايزينها. تمام، يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز نص دايرة مثلا كده اهي، وبعد كده نقول له نص دايرة تانية اهي صغيرة كده، ونبدأ بقى نديها حاجة تربطها كده اهي مثلا بالشكل دوت. ونقول له عايز نعمل تريم، وكوبي اهي من هنا لحد هنا مثلا. خلينا ناخد ده كده من الفرونت اهو، الشكل دوت. وبعد كده نعمل سيلكت كله ونعمل ميرور الناحية التانية بالشكل دوت اهو، وهنقول له احنا عايزين ميرور. طيب ميرور الناحية التانية او كوبي او كده، ميرور مش بتاعها. طيب خلينا بعد ما نخلص نقول له احنا عايزين ميرور من النقطة دي للنقطة ديت، ونخش نشوف 3D هنلاقي شباك بالشكل دوت استر.